لتنطلق أعراس الجماهير التي خرجت بالآلاف إلى الشوارع للتعبير عن فرحتها بهذا الإنجاز الجديد للكرة المغربية. نعود لمحمد أمين نوري. تأهلت العصور، وبتأهلها وفوزها وعبورها زفت الأفراح لكل ربوع المملكة، من الحسيمة إلى مراكش شعلة واحدة من الحماس اتقدت، وهذه كانت شوارع الحسيمة التي لن تنام. والمنتخب الوطني المغربي قدم لهم طبقا فرجويا لم يمتعهم فحسب، بل أحيا فيهم كل معاني السعادة والنشوة. فرحونا الدراري، الحمد لله، الله يحفظهم. اللي كانت منهم من هذا الفريق الوطني انه يواصل المسيره ديالو، وخاصنا خاصو يشرفنا في النهائيات ان شاء الله. هذا الشيء اللي كانت منه، وديما ماروك، فيفا ماروك. كنتمنى من المغرب ديما تزيد لقدام، وديما رايه حمراء. وعاش محمد السادس، عاش محمد السادس. من الحسيمه الى العاصمه الرباط امتدت الاحتفالات لا تنقطع، والحناجر لم تكل، وكيف تمل من ترديد شعارات النصر. والعبور كان له طعم أحلى حين تبددت كل الشكوك وانتصرت الأسود بمراكش، مانحة أغلى هدية لهذه الجماهير. ماتش اخاي كان في المستوى، ولعبوا ماتش زوين تبارك الله عليهم، وكنتمنى يمشيوا بعيد ان شاء الله. يعني ثلاثه، يعني ثلاثه لواحد، راه ماتش زوين. ديما مغرب، ديما حتى الموت ديال شحال هادي، واللعابه فرحانين بهم حنا بزاف، وكنشكرهم رجعوا حيوا فينا الروح الوطنيه ديال الكره وديال كل شيء. تبارك الله عليهم، والله يكمل بالخير ان شاء الله القدام. وكنشكروا جميع الناس اللي كيساهموا فرحه المغاربه، وكنشكروا جلاله الملك، كنشكروا التعديل الدستور، كنشكروا، كنتمناو نفرحوا في الانتخابات ان شاء الله الجايه. عيون أهل العيون صاهرة هذه الليلة حتى الصباح. منبهات السيارات وحناجر عشاق أسود الأطلس صدحت بكل شعارات النصر والفوز الجميل للمنتخب الوطني. مدينة لم تفوت فرصة تأهل المنتخب الوطني دون أن تؤكد مدى عشقها لألوان الوفاء. إلى شرق المملكة، ليل وجدة تحول إلى نهر. وجدة وأهلها إذن يعشقان المنتخب الوطني حتى النخاع. التأهل لنهائيات كأس إفريقيا جاء على حساب المنتخبات لم تكن سهلة المنال، وهؤلاء يعلمون أن ثمرة متابرة الأسود تستحق الخروج للاحتفال والاستبشار بغد مشرق لأسود الأطلس. إلى جنوب المملكة، أهل صوص خرجوا بالمئات بل بالآلاف. شوارع مدينة أكادير كانت فضاء للاحتفال بنصر جاء على أجمل وجه. سمعت الفرحة كبيرة، ما قولوا معايا الفرحة كبيرة، ونتمنى زعما نشوفوا من هنا قدام لعب حسن، ونتمنى الشفاء الحشي بزاف، وديما احنا مغاربة، وديما ثلاثة ثلاثة. فرحة أهل سوس اكتملت حين انتهت مباريات المنتخب الوطني بفوز جاء على طريقة أثلجت الصدور. القنيطرة مدينة اشتهر سكانها بحب غير متناه للساحرة المستديرة. عبور المنتخب الوطني المغربي لنهائية كأس إفريقيا للأمم ما كان ليمر على القنيطريين دون أن يمدوا قنطرة الاحتفال.
المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة جميلة وفرح جميع قلوب المغاربة وجاب تأهل كأس أفريقيا الأمم 2012 وعرش المغرب ديما المغرب. كنشكروا الفريق الوطني كامل الفعالية ديالو اللي اليوم فرحونا وفرحوا الشعب المغربي كامل وكان هذه واحد الفرحة هذه صاحب الجلالة الله ينصره والشعب المغربي كاملين. هذا النهار فرحنا مزيان بين المغرب ديما المغرب الراية الحمراء اللي هي من طنجة للقويرة تحب كل واحد في المغرب رايتنا حمراء تفرح الرجل والمرأة تحب كل واحد من المغرب من طنجة للقويرة حتى الجالية المغربية اللي هي فرحانة في المغرب حتى من طنجة للقويرة اللي شافونا وعرفونا عرفوا المغرب حب الملك وحب الوطن الله الوطن الملك. إلى الشمال حيث الحمامة البيضاء لم تكن لتتابع نصر المنتخب الوطني المغربي دون أن تخرج مهللة فرحة بحصاد أسود قدموا أجمل اللوحات الفنية الكروية. سكان مدينة تطوان توحدوا في حبهم لأسود الأطلس. أهل البيضاء لطالما استقبلوا مباريات أسود الأطلس بين ظهرانيهم، هؤلاء هم الأكثر معرفة بفحوى حب ومساندة المنتخب الوطني. على أرضهم لطالما حققت الأسود أجمل النتائج، هذه المرة التاريخ يكتب من جديد وأهل البيضاء ليلتهم بيضاء احتفالا بنصر ليس كباقي الانتصارات. عروس الشمال التي لم تفوت فرصة تأهل أسود الأطلس دون أن تبقي على فرحة العبور حبيسة جدران البيوت والمقاهي. الشوارع أصبحت بيوت أفراح فتحت في وجه الجميع، عفوية عبأت الكل لتقاسم نشوة فوز منح بطاقة التأهل بعد مباريات شاقة للعناصر الوطنية. احنا فرحانين بهذا الفوز هذا اللي قام به المنتخب الوطني وشرف المغرب. كنتمنوا من الله يكون دائما هذه المباراه تكون قيمه وكنتمنوا من المنتخب الوطني يزيد القدام. الله الرحيم كنهني هذا الفوز للجماهير المغربيه ومبروك التاهل ديالنا وكنتمنوا يزيد المغرب القدام وكاس العالم دوشه كاس العالم ان شاء الله على سله عز المغرب. مراكش منبع الفرح والبهجه وأهل البهجة كانوا دائما صناع الابتسامة والسعادة، وحين استقبلوا المنتخب الوطني المغربي على أرضهم كانوا بشارة خير استبشر بها أهل المغرب حين اندحرت الجزائر برباعية نظيفة على أرضهم. من مراكش كانت ليلة العبور الآمن ومن هناك امتدت الفرحة إلى كل ربوع المملكة. وانا باسم الفنانه وباسم الوسط الفني انا اليوم جد فرحان بحال جميع المغاربه لان اليوم الحمد لله هذا حلم متحقق وبرهنوا اسود اطلس بينهم اسود في الميدان ديالهم الحمد لله برهنوا بزاف وبالاضافه للمناخب الوطني اللي كنحيوه وكنحيوا النخبه كلها الطاقم كله بالجامعه كلشي برهنوا وفرحوا 30 مليون من طنجه للقويره الان كلشي فرحانين بزاف. نعم شيء جميل شفنا في المدرجات اللون الاحمر والاخضر وايضا الهتافات وايضا عنصر نسوي اللي حاضر التغيير شامل على مستوى المغرب. شيء جميل الحمد لله واللي كنشوفوا المركب في واحد العرس رياضي كبير حضروا لي جميع الشرائح كان سبيكتاكل كبير حضروا لي جميع الشرائح ديال المغرب وكنحيوا الساكنه لان هذا كيبقى هذا باروك خير هذا المركب ديال مدينه مراكش هو باروك خير وانا بهذه الفرحه كنهدي باسم المغاربه كنهدي هذا الانتصار هذا لجلاله الملك محمد السادس نصر الله وهذا البارود على هذه المدينه الزينه اللي تفينا بها هكا البارود.
أجواء فعلا رائعة، هنيئا للمنتخب الوطني وللجماهير المغربية بهذا الإنجاز الجديد لكرة القدم الوطنية الآن.